إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. في سؤال متكرر بنسمعه دايما وبيهم ناس كتير، كيف أتخلص من دهون الكبد؟ عملت سونار على البطن ولقيت عندي دهون على الكبد، أنزلها إزاي؟ أولاً لازم نبقى عارفين إن مش كل شخص عنده دهون على الكبد في السونار هو بالضرورة محتاج علاج للدهون دي. اللي عنده دهون على الكبد في السونار وراح لطبيب متخصص وفحص الكبد كويس بالفحص الإكلينيكي والتحاليل والأشعاعات ووجد إن كل حاجة مثالية وسليمة، فده شخص مش محتاج علاج للدهون دي، شخص محتاج فقط للمتابعة الدورية كل 6 شهور للاطمئنان إن كل حاجة مستقرة وإنه مش محتاج علاج. لكن الشخص اللي عنده دهون على الكبد في السونار ولقينا عنده أثناء الفحوصات خلل في هذه التحاليل، لازم نصلح الخلل ده ونمشي على علاج ليه، علشان دهون الكبد ما تتطورش مع الوقت وتعمل مشاكل كبيرة في الكبد. اللي عنده دهون على الكبد مصحوبة بارتفاع متواصل ومزمن في إنزيمات الكبد بسبب الدهون دي لازم يتعالج كويس، لأن هو ده الشخص اللي بنعتبر عنده دهون مرضية في الكبد، يعني الدهون دي عملت التهاب مزمن في الكبد ومع الوقت ممكن يتطور لتليف في الكبد أو أورام في الكبد. دهون الكبد بتتعالج أساساً بتنزيل الوزن والحرص على اتباع نظام غذائي صحي متوازن يبعد عن الإسراف في السكريات والنشويات اللي بتتحول جوه الجسم لدهون تتراكم في الكبد، والبعد عن الدهون المصنعة والمتحولة الموجودة بكثرة في الوجبات السريعة واللحوم المصنعة. المداومة على النشاط البدني والتعود على الرياضة كروتين حياة، تخصيص نص ساعة أو 40 دقيقة من يومك 3 مرات في الأسبوع بس، من الخطوات الهامة جداً للتخلص من دهون الكبد. مهم جداً اللي عنده السكر عالي يظبطه ويظبط دهون الدم، كوليسترول والدهون الثلاثية، ومهم نعالج أي خلل ممكن يكون أدى لارتفاع دهون الدم زي خلل الغدة الدرقية مثلاً. وممكن لمريض دهون الكبد المرضية يستعين ببعض الأدوية اللي ممكن يوصفها له طبيب الكبد المتخصص، وبتساعد كتير في تحريك الدهون من الكبد وعلاج الالتهاب اللي نتج عنها قبل ما الالتهاب ده يعمل ضرر دائم بالكبد. دمتم بصحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.